السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون لليوم السابع إن صلاة الجنازة على الفنان المنتصر بالله ودفنه غدا الأحد من القاهرة، لكنه لم يتم تحديد مكان الجنازة من أي كنيسة، مشيرا إلى إنه ما زال في إحدى مستشفيات الإسكندرية منذ وفاته، وجري إنهاء تصريح نقل ودفن. أهلا بكم في كرة شراب. في الحلقة دي هنتكلم عن دفنة المنتصر بالله كاملة، وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل الفيديو ده 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص بيحبوا الفنان منتصر بالله؟ لو بتحب الفنان منتصر بالله ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، وما تنساش تدعيله بالرحمة في التعليقات. وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه أول بأول. رحل اليوم الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله بعد المستشفى بمدينة الإسكندرية، وذلك بعد صراع مع المرض. وعلى الفنان الرحل خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة، بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في المخ تسببت في إبعاده عن التمثيل لمدة عامين، وعندما عاد لم يستمر طويلا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحمل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب أي مجهود مثل المسلسلات الإذاعية أو المشاركة كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال. فظهر في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات والإذاعي عوام على بر الهوى. ما تنسوش تدعوله بالرحمة في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي.